السلام عليكم اخواننا المشاهدين والمشاهدات، مرحبا بكم في قناه عبد الاله لتعليم السياقه. اليوم ان شاء الله غنخدموا لي زيتاب ديال ستاسيومون اللي كيتسموا لي مانوفر. وفي هاد لي مانوفر يعني لي طاب ديالو كاين ستاسيومون، كاين مارش اونارير ولين دروات، وعندنا في الاخر الكراج، يعني ثلاثه ديال لي طاب اللي تيكونوا عندنا في ستاسيومون. هادو اللي كيقولوا لهم ستاسيومون، ولكن السميه اللي هي صحيحه هي لي مانوفر. دابا غنمشيو نخدمو لي زيتاب وحده وحده. كونوا معنا وما تنساوش ديروا لنا ابوني وجيم، وما تنساوش تبارطاجيو مع الناس اللي عندهم الامتحان. اذا على بركه الله نبداو السي ياسين. على بركه الله، السلام عليكم. اذا في الامتحان كيف ما كتعرفوا كنخدموا بالبيدال بجوج، يعني كنخدموا بالفران وبلومبرياج، ما كنخدموش بالكسيراتور في هاد لي مانوفر، هاد المراحل اللي كيتسموا لي مانوفر. وطريقه لومبرياج الصحيحه كيفاش كتخدم، كنشد لومبرياج بحال هكايا، كنزين لومبرياج بالصبع تاع رجلين، كنطلق لومبرياج هكا بشويه، كنطلق شويه تنحس بالطوموبيل غتمشى، كنفيكسي رجليا وكنخلي الطوموبيل. واحد الطريقه كيديروها شحال من وحدين، وهي طريقه ما خداماش، انه تيدير لومبرياج هكا فاش كيطلق تيحط القدم وكيطلق لومبرياج، فاش كيعاود يدير لومبرياج كيمشي ليه كتمشي ليه البيدال لوسط الرجل، كيعاود يدير هكايا كتحصل ليه رجلو. يعني هاد الطريقه راه ما خداماش. دونك الطريقه الصحيحه هي هكايا، تنبرك تنطلق تنبرك تنطلق، هادي هي الطريقه الصحيحه بالنسبه للومبرياج. والفران حتى هو كيتقاس غير بشويه، الفران كنحطو فيه القدم كنقيسو غير بشويه بحال هكايا. اذا على بركه الله غنبداو ستاسيومون ديالنا. كنجيو للعصيه تنقربوا تقريبا، تنخليو مسافه على الاقل ديك 40 سنتيم حتى 50 سنتيم. كنجيب العلامه ديالي مع سكوتش اللي في الطوموبيل، كتجي مع التيج. من بعد كنجمع كل شيء على اليمين، تنطلق لومبرياج شي شويه، كتشوف العلامه الاخرى اللي على اليسار ديالي اللي في الجاجة الاسبانية هنا في اللور، كنزيد شوية تتجيني العلامة مع العصا. دونك هنايا كنوقف، الخطوة الأخرى كنجمع كلشي على اليسار ديالي. معلومة هنايا، يعني أي بلاصة شفت فيها هي لاش تنجمع البراكاج. دونك غندخل شوية شوية، كنطلق لومبرياج بشوية عليا يعني، وكنشوف المرايا اللي على اليمين ديالي. اون فوا كتبان ليا الطوموبيل اون باراليل مع التروطوار بحال هكا، كتبان ليا الطوموبيل اون باراليل مع التروطوار، كنفراني كنخلي البراكاج كيما هو، طريقه باش دخلت باش تنخرج. كنطلق كنمشي تنقرب لهذا الخط اللي كتشوفو هنايا، اون فوا كتخلي تقريبا واحد نص متر بيني وبين الخط، كندير مارش ريال وكنجمع البراكاج للجهه الاخرى. كنشوف هنا اون فوا كيجي كتفي مع العصا اولا كيفوتها بشويه، اولا يمكن لي نستعمل المرايا ديالي. كنجمع كلشي على اليسار، كنخرج كنمشيو ليطاب الثانيه اللي هي مارش اونارير ولين دروات. كنقرب من هاد الشابوة الحمراء، كندير السنيال ديالي، كندخل بشوية، كنرد الفولون شوية شوية، اون فوا كنقرب للتروطوار كنجمع الفولون ديالي، كنقاد الطوموبيل، نحاول نجيب الطوموبيل قريبة للتروطوار شي شوية. فاش كنوصل الشبوة الحمراء اللي قدامي كنفراني كنرجع مارش ريال، وهنايا كنرد البال للمرايا، المرايا اللي على اليمين ديالي نتوما كيف ما كتشوفوا، كنشوف المرايا اللي على اليمين ديالي. وكل ما قريب من التروطوار حسن، يعني هنايا الطوموبيل الا كتخرجني على التروطوار كنقرب ليه كندير الفولون للتروطوار، ولا كتزيرني تاني مع التروطوار كنبعد على التروطوار، وكندير الفولون غير بشوية عليا راه تدخل شوية شوية. فاش تنوصل هاد الخط اللوراني غيبان ليا في المرايا، كنفراني كنمشيو ليطاب التالتة اللي هي الكراج. غنخرجو من ستاسيومون،
غنمشيو دابا للكراج، غنشدو دابا عبار الكراج، نقربو من الطروطوار مزيان. يعني اي عمليه غنديرها كنديرها قبل، ماشي نجلس حتى نبغي ندخل للكراج عاد غنقرب للطروطوار. يعني كنقاد طوموبيلتي قبل ما ندخل. هنايا كنجيب العبار ديال الكراج، عندي العبار اللي في الطوموبيل اللي كنديرو في الطوموبيل، اولا كندير الكود ديالي. يعني كاين شحال من طرق باش ندخلو للكراج كيف ما كتشوفوا هنايا. كنجمع البراكاج ديالي، يعني ما كنجمع البراكاج حتى كنتاكد مزيان انني جبت العبار مزيان كيف ما كتشوفوا. اون فوا تبان لي الطوموبيل مقادة مع التروطوار اون باراليل، كندخل نيشان. كنرجع دابا لورشي شوية وكنرد البال للمرايات. اون فوا كنشوف شي مراية غتقيس لي العصا كنجمع لعند العصا، حيت مارشارير كيتخدم بالعكس. هذا هكايا كنخرج حتى كيجيني الباشوك مع العصيات، اولا فاش تبان ليا هاد العصا هادي غير اون فوا تبان ليا في الباركريز عندي في قدام، كنجمع كلشي على اليسار، كنشوف في المرايا، كنقرب للتروطوار، كنفراني، كنجمع للجهة الاخرى. اذا هادو هما المراحل ديال الامتحان. كيتخدموا بسميتو بشويه وكيتخدموا بلومبرياج بوحدو. اذا مشاهدينا هادشي اللي كان بالنسبه للفيديو ديال ستاسيومو. هادو هما المراحل الثلاثه اللي تيتخدموا في ستاسيومو، وهادو هما الطرق باش تنخدموهم. يعني كاينين طرق اخرى، هادو غير طرق بسيطه. كنتمنى يعجبكم الفيديو، وما تنساوش تابوناو عندنا في لاشين يوتيوب باش كل مره يوصلكم اي جديد درناه. نتمنى تبارطاجيو مع اصحابكم ومع اي واحد مقبل على الامتحان. شكرا على المشاهده، نتلاقاو في مره اخرى ان شاء الله. السلام عليكم.